كيك الشوكولا المفضل عندي. أنا ما فيني أتحكم بحالي لما أشوف هذا الكيك. وين المعلقة؟ شيرلين؟ شو كنتي رح تعملي؟ أنا بقلك شيرلين كانت بدها تاكل قطعة، مزبوط شيرلين؟ لا ماما؟ شبكن؟ شو عم بيصير هون يا أولاد؟ شيرلين كانت عم تاكل كيك، يعني قصدي كانت رح تاكل منه. خالتي شيرلين مو كانت محتفلة اليوم وموقفة أكل؟ ريشاب قال لها انه مو ضروري تحتفل بهاليوم لانه هي ممكن تمرض، مو هيك؟ بس شيرلين قالت انها ما رح تاكل لانها هي احترمت عاداتنا وتقاليدنا. لكن ليش هي بعدين اجت على المطبخ وناويه انها تاكل؟ وهي كانت رح تاكل من هذا الكيك. انا مستغربه شوي. شيرلين اكيد بتكون جاعت. انا ما بعرف شو بدي اقول لك. نحن ما جبرناكي انه تحتفلي معنا بهاليوم. شيرلين كان فيكي تقولي انه ما فيني اتحمل كل هذا التعب. انتي ليش كنتي عم تحاولي انه تاكلي بالسر؟ فهميني شو الموضوع بنتي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.